السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهم المعلومات التي يجب أن يكون عندك إلمام فيها، الأفضل أن تكون تعرفها إذا حابب تربي هذا النوع من الطيور، الكروان أو الكوكتيل. طائر الكروان أو الكوكتيل هو أحد الطيور اللي موطنها بأستراليا، وأستراليا بشكل طبيعي مناخها جاف قليل المياه، فهذا الطائر بمناخنا بلاد البحر المتوسط وغيرها هو بشكل طبيعي قليل الشرب، هو قليل الضجيج، ما له كتير يعني بيعيط وبيطلع أصوات مزعجة إلا بحالة واحدة، إذا كان متضايق من المكان أو إذا كان ما عنده أكل، إذا كان ما عنده ماء، يعني طول ما هو مبسوط ومرتاح شبهان فهو قليل. يبلغ عادة الكروان بين 7 أشهر للعشرة أشهر، يعني الإنتاج غالبا بتجهز على 7 8 أشهر، والذكر يطول أحيانا للعشرة أشهر بين 7 والـ10 حسب الأجواء، حسب المناخ، حسب الحرارة صعودا وهبوطا. أنا بالنسبة لي يفضل إنه ما حدا يزوج ما يتزوج هذا الطائر حتى يبلغ 10 شهور وما فوق، بحيث إنه يكون تخصيب البيض مضمون بإذن الله، والأنثى يعني بشكل إن شاء الله هيك مضمون إنه تحضن البيض وتطلع الفراخ. بتضع أنثى الكروان ما بين 3 لـ7 بيضات بشكل أحيانا يوم أي يوم لا، أحيانا كل يوم حسب كل أنثى، حسب تغذيتها وارتياحها بالمكان وعمرها وصحتها بشكل عام. يكون الحضن تقريبا 18 يوم حضن البيض لدى أنثى الكروان، 18 يوم عادة بالجو المعتدل، يعني لا شوب كتير ولا برد كتير، أجواء الربيع والخريف تاخذ 18 يوم، وممكن يمتد حسب البرودة إلى 24 يوم، ممكن قبل بيوم إذا كان شوب كتير، حسب يعني إمتى الأنثى بلشت وقت الحضن النظام. يعني أحيانا الأنثى بتفيض بيضة تنتين توقف يوم ترد بترجع 3 4، فما بتحضن حتى تخلص البيض. أحيانا الناس في ناس من أول بيضة بتحضن، فهذا حسب إمتى بلشت الحضن، فبيبين إمتى عقدت البيضة وبيبلش العد 18 لـ24 يوم. الفراخ تبع الكروان تنفطن بعمر شهر ونص للشهرين، يعني إذا الشهر 4 أسابيع من 6 أسابيع لـ8 أسابيع يكون الفرخ الكروان جاهز لينفصل عن أمه وأبوه. هلا الأنواع الأكثر انتشارا، يعني ما حنقعد نحكي كتير شغلات كمان مشان ما نطول عليكم الفيديو. الأنواع الأكثر انتشارا لهذا الطائر الكروان يلي هي الحبشي، اللون الأكثر شيء بنلاقيه عند البياع، في منه السينامون، في منه الحبشي الرمادي عادي، هو بيجي طائر رمادي وش اصفر، طبعا بتميز بخدوده انه خدود حمر وش اصفر، وطائر رمادي بشكل عام. في الايزابيل بيجي مرزرز ظهره، بتختلف الرسمة، هذا رمادي سادة، هذا رمادي له رسمات، ممكن على بني كمان السينامون. بيجي النوع الوسط، يعني لا الغالي غالي ولا الرخيص الرخيص، هذين كانوا يعتبروا من المستوى الأدنى، الحبشي والإيزابيل. النوع الوسط اللي هو اللاتينو، مثل هذا الطائر، هذا الطائر طائر كروان هذا نوعيته لاتينو، في منه كمان أحيانا بتجي طفرات مختلفة، بس لا بدكم نحكي لكم عن فيديو يخص الطفرات هلا ما عليكم. وبيجي بعده المصبع، المصبع شو هو أو الملطش نحن بسوريا بنقوله، يعني هو بشكل عام تلاقي بيجي لاتينو هيك، بتجي في صيغة الصبغي تبع اللاتينو، بتجي في صبغة الحبشة،
فبتلاقيه ممكن مثل اللطشات بتجي على ظهره على راسه على هي حسب. بيجي الوايت فيس، والوايت فيس كمان له مجاله، وايت فيس في ايزابيل وفي اسبليت البينو. فالوايت فيس بشكل عام بيجي رمادي وشه ابيض ما في خد احمر. بعدهم بيجي الالبينو اللي هو الاغلب هاي السلاله، اللي بيجي ابيض كامل كمان من دون خدود ابيض. ارجو انه ما اكون اطلت عليكم الفيديو، وهذا الفيديو لليوم. نشوفكم بخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.